أنا محمد صالح من الحفار من الحين. أحب الإنسان القاعد عايش في الثورة في ليبيا، وبالنسبة لي يعني النبل ضميري بالحق بالحق، لأنه الصحيح هو اللي يقف في الحياة، ويوم عاد في العمر باقي فيه فترة طويلة حتى يستمر في كذبة صنعها في محمد مخلد عليه محمد بالضبط. ومحمد مخلد هذا جمع عن طريق شخص يعرفني من بلدي، وإذا كان تحبوا نستحضر ونجيبوه، الشخص هذا يقول قال لي روحي محامي حد قابل. وقت اللي قابلته أول مرة قابلته في قهوة، والقهوة هذه الحمد لله قال لي تعرف شكلك الجزائري، قلت له نعرفه إنساني، تعرفت عليه في فترة جيدة، والفترة هذه كان إنسان معنا خير، أنا جبت له ناس معاقين وعاونهم، جبت له حالات اجتماعية، تعب وموجودين من أشخاص هذوما، في بعض الحالات يعطيني على رحمة بنته ويقول لي هذا المبلغ المال هذا يبرك الله وبركناه، موجودين عديد من الأشخاص يقدر يجيبهم حتى قدام أي جهة، والسيد هذا قلت له انسان ما شاف فيه حتى شيء، قال لي لا هو هذايا من اجل الزين وكذا، وانسان اعطاني كرهبه الحمد لله ورجعتها حب ياخذها مني، وقلت له الكرهبه اذا كان مش مسجله باسمك ممكن تكون عنده خير مثلا، ربما عارها لك مؤقتا ولا استعملت انت هيك بصفه هيك استحبابيه، قال لي هو كان عندي علاقه معه قويه، ولكن بعد الثوره انتكست العلاقه بين بلدنا، وقال لي تحاربوا معايا وانا نعاونوا في كل قال لك شنو؟ قال لي نعاونوا لا شنو سامحني لو تحاربوا معايا معناته تحاربوا معايا لانه انسان هذا يعطيك الفلوس ويتبرع بها هذا الحمد لله مش لله يعمل بها، قلت له لكن اللي شفته يعني مش لله، وفي عديد الناس يحكوا لي عليه انه يعمل في حالات اللي بعث لهم في اضعاف من الايام، تلقيت يعني برشا ناس قالوا لي بعث لنا في عيديتنا وبعث لنا في شهريات ممكن ما نعرفوش حتى انه هو بعد شفت يعني سامحني المفيد مش ندخلوا في معناه بالمختصر المفيد كيفاش جات حكايه السلاح؟ موضوع السلاح كيفاش؟ السلاح هذه فهمت اقتراح شكون يعني؟ اقتراح محمد مقلي قال لي تحب نوقع توقيعك كونك انت كنت في لبنان تعرف اسرائيل وكذا ومن هنا وكذا وخبير وكذا وكذا، ما تمش الا احلى طريقه نجيبوا له القصه هذه نجيبوا الضربة كو قلت له يعني كيفاش علاش؟ قال لي خويا اني نعاون وانا انا حكم ما عنديش سكن، قال لي انا نعمل لك سكن ونعمل لك برشا عطاك فلوس ووعدني باش يعطيني فلوس ما مكلوكش ولا حتى مبلغ مالي، لكن بعدين انتبه الحكم كونه العملية هي تجني على شكل جراية معنى الإنسان هو من الأجزام بتاع الزين أجزام أي ما عنديش منه واني ما عنديش علاقة معه، لكن من العملية قلت لي يا أخوي إذا كان هو أجزام الزين ما في قضاء ياخذ مجرى معه يدخلني فيها، يعني احنا عملنا ثورة هنا في تونس على جهاز الديمقراطية على جهاز حريتنا على جهاز تشغيل الشباب على كذا المهمة هذه، مش أنا باش نجي نحارب بعدين نزل الثاني
قال لي هو لا أدوى زي الحمد لله للكلمة زين عنده صاحب ومش عارف حصل مشكور الحمد لله. قال لي دعونا اذكرلكش اسم الصحافي صح؟ والله اني مش مستحضر، لكن اذا كان يذكروا لي اي انسان حتى هو انا حابين كثر بعد الثورة كثر مع الحد كثر وخلاني معنا نحكي في حديث. يعني سمعت اسم نور الدين بن تيشة في الحكاية؟ نور الدين بن تيشة. نور الدين بدر الدين ولا نور الدين؟ نور الدين بن تيشة. لا تقريبا يا بدر الدين بن تيشة يا نور الدين بن تيشة. أما زيت بن تيشة هذا يا فرنسا أنا ختم قلت له كلمة لكن فات لك معه قلت له بن تيشة هذا يقرب خالتي عيشة هيك معنا قاعدة قريبة على الاسم هذا تمام. و بعدين أنا مشيت للثورة اللي فيه بقيت غادي يعني فترة طويلة ثورية بقيت فترة طويلة مشيت سافرت بقيت مع الثورة في رجعت مشيت لهم قلت له يا اخوي انا انسان ما اعرف اللغات رجاء انساني من المضيع وطلعني من الحكايه الفيلم اللي عملته انت يا ابو محمد بيه وبرر تعالك انت وشافيت مباشره وين نشد لكم الحكم بيناتكم بالضرب وبالبولي واللي يخدم خلي هو اللي تقول اما طلعني من اللعبه. قال لي لا مش كيما دخولك للحمام كيما خروجك. قلت له محمد راني ما نعرفكش وراه ما تعرفنيش ابعثني يرحم الله. سيب الراجل في همه سيبه في مشاكل سيبه في مشاريع في الدفاع سيبه انت يعني هي الحكايه كلها ما راح لي الا من حضرتني الفيسبوك الحمد لله عندها بالعويشه ولا بالعيشه ايش انا الحمد لله وانا في الفيلم هذا صورنا في المكتب نتاعو في الصون مالي اما في بيت اللي انت قاعد تصور نعم صوروك بالدرجة لا 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 هو قال لي باش نصوروا فيلم باش نعتدوه باش نجيبوا هذا ضربك ما عادش يقوم منها شبيت الجراية على طول. في الاول مشيت معاهم بعدين قلت لي سيبني تضربوا ولا ما تضربوش برا الغلطه تعرفوا مع بعضكم ماني شد لكم شكل عليه اخوي دخلت ثاني في مسائل وانا انسان حكم كوني من السجون اللي تعرضت لها والضرب والاهداف والهم في سوريا في لبنان في ايطاليا في الجزائر في المغرب في تونس في ليبيا كل تعذيب السجون وتعذيب المرور ومخابرات وامنيات حتى عقلي مرات حتى راسي مضروبه مطلوب من هنا بالضبط مرات نحن وربما أن أكثر شيء اللي خلاني من جانبها في البداية بالحكم كامل وقت اللي شفت شفيق جبريل فك الصراع وفي الخير هذا الحمد لله ربما شوية حسد من ديانة لما كيفاش أنا الزمن اللي ما طايح معاه ضدي وكيفاش أنا جاية عايشة في المحبوحة هذه ربما اللي خلاني هذا ربما ما نعرفش استحضرتها تو لما استحضرتها ربما يكون هذا الدافع اللي خلاني نتحرك في فترة وجدت مع في هذا محمد مصر المحامي وشنو اللي خليت؟ كل عليه محمد مصر يا رب بعدين كل عليه كل عليه بعض الأشخاص قالوا لي راهو جاي كان زي رئيس بلدية مصر وكان عضو في التجمع من حل وقلت بهيش يتو حسبه وانا شفيق اكرم عاد ذاك اذا كان شفيق انا حسب اللي قاعدين اللي مش معاه ما قالوا ليش شفيق التجمع ربما استفاد من دولة البلد يعني اكيد لكن ما سمعتش ليه يستلم منصب مثلا في جهاز الدولة إدارة الدولة ولا يدير شؤون العامة لكن الموضوع كله لقيت انه من افضل لجاني نبعث على الفيلم هذا وخليه كل واحد يبين اوراقه في بعض الدول يقول لي بعد من الحكايه يرحم ابوك كان كان باش تسمع عارفه كان شديكم في كلمه من الدول قلت له انا شفيق عقلي مالي فرد قال لي على رحمه بنتي ناس عريانين كنا عايشين احنا قبل مغمض من الوضع
مناش عارفين الله العظيم لكن أخويا أنا لسه ليش سمح لي شنو شنو بطلب السماح وكل إنسان تطلب في الفيلم هذا كي مشكور واللي يتجلي عليه كي مشكور كل اللي ذكروا في الفيلم اللي طلعوا في محمد مقري بطلب منهم السماح ما دمنيش باش نذكرهم لكن هم اللي كانوا مذكورين في الفيلم حتى ما نزيد الدين بلد ونطلب منهم السماح ونقول لكم يا ناس أنا كل تجارب وكل أخلاقية سامحوني لأني غلطت حقاً وإذا كان يتطلب أن يتحاسب على الشيء ذلك أنا تحت القانون. شنو اللي خليك اليوم تتكلم؟ شنو اللي خليك تتكلم؟ والله اللي خلاني لأنه في رأي محمد مقري حطنا بالواحد في الفيسبوك وبعدين حطني مرة أخرى كل مرة لجاي عنده نار وذات طرفه وزيدي شحفة نار شحفة في ذلك بنزي فهميش بيني وبينه هذا محمد مقري إذا كان في مكالمات تليفونية تدرس بيني وبينه فضل ورسل في صلاة تونس إذا كان عندي هو أول من اتصل بي هو ونعرفها أني موجود في عقارب إذا كان فيه في صلاة تونس حد الأماكن والتواريخ والزمان والمكان اتصل بي برقم 74 رقم أرضي وأظن أني الكلام هذا والله العظيم ربما أظن مشرف بالحق رو مش كله في الآخر الدنيا كل عندي أنا كله يمشي دمر شفيق ولا غيره أما بالحق للتاريخ وشهادة للتاريخ ظلمته أقسم بالله العظيم ظلمته وهذا واقع لا جدال فيه معنا ومن هالحكاية هذه بتاع السلاح واحد هو شفيق رجل أعمال يخدمني في الإنسان الحمد لله حتى صواعقه ناعمة ماهوش خشنة كما صواعق يعني فهم في الحروب والمشاكل الواحد أما شفيق صوابع مش بعد شفيق صوابع متاع فيسبوك متاع انترنت دكتيلو ستيلو متاع ديرو متاع مشوار فهمت لذلك مش بتاع